خلينا نبدا من هذا الاداء الاستثنائي، ارتفاع بدون توقف، يعني عم نتحدث عن جني ارباح طفيف جدا، بس اذا نظرنا الى تشارت الذهب منذ مطلع السنه خط متواصل متصاعد بدون ولا تذبذب، ما تفسيرك لذلك؟ نعم نادين، اول حاجه انا يعني خليني اشيد بالتقرير الرائع لاداء الاصول في الفصل الثالث، وانا ابدا الاجابه من اخر ارقام ذكرتوها في التقرير اللي هو الاداء الجيد ل أو الأداء المنخفض لعوائد السندات العامين والعشر سنوات. نحن عندنا كوريليشن قوي جدا أو معامل ارتباط قوي ما بين أداء الشورت تيرم ييل مع الذهب بشكل كبير. أنتوا ذكرتوا في التقرير 24% دروب في السنتين و13% ارتفاع في الذهب في الفصل الثالث. هذه النقطة أشار إليها جولدمان ساكس في تقريره، وذكر أنه حتى الآن الدروب الكبير في عوائد السندات لم يتم تسعيره في الذهب بعد. طيب خلينا بس هنا ناقشك بالموضوع. عادة الأسواق forward looking، يعني الأسواق ما بتتأثر بالخبر الآن، الأسواق بتتوقع بتتأثر بتوقع الخبر. نعم. وعادة عند حدوث الخبر بترجع بتجني أرباح، لأنه بيكون مثل ما بيقولوا buy the rumor sell the news، خلاص. نعم. بتكون انعكست بالتسعير. ما عدا الذهب هو الأصل الوحيد اللي معروف أنه أسعار الفوائد على نزول، أسعار السندات عم تحتسب already من أشهر هذا التراجع المتوقع من قبل الفيدرالي، ولكن الذهب بيقعدوا بيتفاعل مع الخبر، ما عكس توتلي بالأسعار السابقة. هيدا نعم السؤال. نادين، عندنا أسباب رئيسية هي دريفن الذهب في من 2022. يعني من 2022 حتى الآن الذهب طالع 49%. هذه الأسباب نحن نتابعها باستمرار، على رأسها هي مشتريات البنوك المركزية على رقم الأسعار الكبيرة، ولكن أيضا في تقرير سابق أشير إلى أنه الأرقام المشتريات الأن ريكورد تعادل ضعفين الريكورد بالنسبة للأرقام التي نشاهدها. هنالك مشتريات غير مرصودة من البنوك المركزية ولا تأتي في تقرير الذهب العالمي ولا تأتي في تقرير الـ IMF. هذا واحد. السبب الثاني نادين أيضا الجيوبوليتكس. نحن أيضا في هذه أو في من الحرب الروسية الأوكرانية حتى الآن نحن على مدار الفصول، كل فصل تكون معنا قصة في الجيوبوليتكس، التوتر كبير والأنسيرتينتي. مؤشر الجيوبوليتكس الجيوبوليتيكال ريسك الآن مرتفع فوق 100% لفترة طويلة. هذا يعني أنه أيضا هنالك علاوة مخاطر محسوبة مقابل هذا التصعيد المستمر. السبب الثالث هو أيضا الارتفاع الكبير لسعر الفائدة بداية السايكل بخمسين نقطة أساس، هذا أيضا يعني وضح أن هنالك مسار قوي. العامل الرابع نادين مشتريات البنوك أو مشتريات الذهب من الاقتصادات الناشئة. أنا ذكرت مثلا في المقابلة السابقة أن الهند خفضت الديوتي على الذهب، متوقع حتى نهاية العام يكون فلو على الذهب على الهند في الأسواق المحلية بحوالي 50 طن. هذه كلها إذا أضفنا لها عامل مهم بالنسبة لنا هو الانفستمنت ديماند، المشتريات المتعلقة ب الاستثمار والاي تي اف هولدنج، هذه ايضا في وتيره متصاعده بشكل كبير. وكنت نجمع كل هذه العوامل نجد انه هذه البيست سيناريو الذي يمكن ان يحدث لم تجتمع في فتره سابقه. نقطه اخيره نادين هو ايضا البوليتيكال انسيرتينتي. اذا اخذنا اكتوبر هذا متوقع انه هنالك انتخابات مبكره في اليابان، انتخابات ايضا مبكره متوقع في كندا، متوقع حزب العمال ان ياتي ويعرض الميزانيه على البرلمان، والحدث الأكبر نعم بريطانيا، الحدث الأكبر الانتخابات الأمريكية، فبالتالي كلها نجعل إنها uncertainty إذا كانت geopolitics أو political uncertainty. نعم. وتغيير في سعر الفوائد ومشتريات قوية للبنك المركزي. الخلاصة هذه تجعل لنا إنه الذهب أنا أتوقع أننا قريبين جدا قريب جدا سوف نشهد فوق $3,000 لكل أونصة. نقطة أخيرة نادين في موضوع الذهب، إذا أخذنا مثلا مقارنة في مؤشر جديد طلع اللي هو جولد للآيفون. جولد للايفون، سعر الايفون الايفون يعني الايفون مثلا ايفون اكس. أوكي. العام الماضي نحتاج الى 0.8 من الأونصة لشراء هذا الايفون، اما الايفون الجديد اللي طلع الان نحن نحتاج الى 0.6 من الأونصة لنشتري بالايفون. واذا رجعنا لمره سابقه بس شو معياره ايضا، لانه الذهب عم يطلع فصار اكيد اغلى. نعم ثمنه اغلى، وحتى مع ارتفاع اسعار الايفون، يعني اذا كان عندك انت يعني حتى ابل مش عم بتلحق ارتفاعات الذهب. نعم. بتسعير الايفون. نعم. طيب عبد العظيم ماذا عن الفضه؟ نعم. وهنا الملفت، لانه أنصة الفضه مكاسبها منذ مطلع السنه اعلى من الذهب، وصلت الى اعلى مستوياتها من 2012، بس ما بتاخذ الهايب بالسوق اللي الذهب بياخده. فما الذي، هل هي نفس العوامل التي تدفع مشتريات الفضه ام ناقص مشتريات البنوك المركزيه؟ يعني البنوك المركزيه بتشتري ذهب ما بتشتري فضه، ما الذي يدعم تداولات الفضه؟ هل هي عوامل مختلفه
عنا داعما. نعم هذا سؤال ممتاز نادين. إذا أخذنا مثلا العوامل المشتركة التي تجعل أن المعدنين يرتفعوا مع بعض، هي تراجع أسعار الفائدة، الفائدة والجيوبوليتكس والتفاصيل هذه. ولكن الفضة هنالك طلب صناعي على الفضة، يعني يأتي من قطاع السيارات، يأتي من بعض الصناعات المرتبطة بالتوسع في الإيرلاينز، وأيضا التوجه نحو التقليل من الانبعاثات الكربونية، وكلها تجعل أنه هنالك طلب صناعي سستينبل على الفضة مختلف. وأيضا الصين نادين لا ننسى أنه الاستيمولس الكبيرة كانت متوقعة من وقت، أيضا نتوقع أنه يأتي طلب عالي من على الفضة من الصين. فأذن في جزئية اللي دعمت الاندستريال ميتلز المعادن الصناعية شوي ساهمت بارتفاع الفضة مؤخرا. خلاص الأسباب الثانية. نعم.